السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا الممتاز به يشتعل في جميع المجموعات الثلاث. طبعا غزل المحلة منفردا ومتصدرا المجموعة الثالثة، مجموعة بحري، بعد فوزه على نادي أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء. يرتفع رصيد غزل المحلة ب 38 نقطة، والمباراة القادمة مع شقيقه الأصغر مع بلدية المحلة، فرقه يفوز على دمنهور بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وغريبة تسيدها فريق فرقه المصمم على الصعود. ولكن المباراة القادمة مع نادي الرجاء، يعني الرجاء طبعا مستواه غريب، نتائج عجيبة، طبعا يتقهقر للمركز الثامن بعد نادي فاركو. طبعا الأولمبي والمنصورة يتعادلان بهدف لكل منهما. طبعا المنصورة يبتعد مؤقتا، وطبعا رصيده توقف عند 31 نقطة، وكذلك دمنهور في المركز الثالث بعد طبعا هزيمته من فاركو، وتوقف رصيده عند 33 نقطة. المباراة القادمة هي الفيصل الأخير لدمنهور، وهي مع نادي المنصورة. طبعا لا ننسى الحصان الأسود لهذه المجموعة، الحصان الأسود نادي ديكرنس. طبعا نادي ديكرنس عامل نتائج جيدة، وعامل طبعا حاجات مبهرة في هذه المجموعة، ويخطف التعادل في مطروح مع نادي الرجاء بهدفين لكل منهما. طبعا المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، طبعا بني سويف متصدرا برصيد 41 نقطة، فاز على نادي الفيوم بهدف نظيف، والمباراة القادمة مع شقيقه الأصغر نادي تليفونات بني سويف. البنك الأهلي يتعادل مع سوهاج بهدف لكل منهما، ويفقد نقطتين ثمينتين بعد هذا التعادل، ليتوقف رصيده عند النقطة 39، ولكن الأمل ما زال موجودا. المباراة القادمة لنادي البنك الأهلي مع نادي ألمانيا. الألمنيوم في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فاز على نادي الإعلاميين بثلاثية نظيفة، المباراة القادمة مع نادي شبان إنا. المجموعة الثانية مجموعة القاهرة، القاهرة وخط القناة. سيراميكا متصدرا برصيد 36 نقطة، تعادل برغم تعادله مع نادي منتخب السويس بهدف لكل منهما، المباراة القادمة مع نادي النجوم. الداخلية في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بعد فوزه على نادي النجوم، المباراة القادمة لنادي الداخلية مع نادي المريخ البور سعيدي. بتروجيت في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد تعادله اليوم مع كوكا كولا، والمباراة القادمة مع منتخب السويس. طبعا بنقول طبعا حتة الصعود والهبوط على موقع التواصل الاجتماعي والاتحاد بيطلع، طبعا كان في اتفاق مبدئي طبعا بعدم هبوط اي فريق للقسم الثالث من أندية الممتاز به، وان شاء الله في الايام اللي جاية هتبان الرؤية واضح. طبعا في بداية هذه الفقرة بحب أرحب بضيوفي الكرام، الكابتن صفوت عبد العزيز. أهلا وسهلا كابتن صفوت، منورنا كابتن. منور الكابتن، أخبارك يا كابتن صفوت؟ بخير الحمد لله يا كابتن. والكابتن أيمن وجيه مدربين كرة القدم. أهلا وسهلا كابتن أيمن، منورنا كابتن. الله يخليك. في البداية عايزين نتكلموا عن محافظة ألمانيا، وهي الولادة للاعبي كرة القدم، وأخرجت نجوم كثيرة. طبعا معنا اثنين من اللي هم بيجيبوا اللعيبه المميزين والمتميزين، وطبعا
ودوا لعيبه لانديه الدوري الممتاز واكتشاف المواهب. عايزين طبعا نتكلم عن هؤلاء المواهب. كابتن صفوت، في البدايه طبعا اكتشاف موهبه دي حاجه صعبه جدا جدا جدا، تمام؟ ان الولد اللي انا اكتشفه واوديه نادي بدوري ممتاز، طبعا دي حاجه طبعا كويسه بتتحسب طبعا للمدربين، ولكن كيفيه بقى الانتقاء اللاعب، اختيار اللاعب بتتبنى على اي اسس؟ اختاره ازاي عشان اوديه للنادي، والنادي فعلا بيتم اختيار هذا اللاعب؟ اولا برحب بحضرتك كابتن، وبتشرف ان انا اكون معاك حبيبي ومع الكابتن ايمن. احنا في الاول عندنا احنا بنشتغل في منظومه كويسه، منظومه تمام. علميه معانا مدربين على اعلى مستوى، بنأهل اللاعب ان هو بنعده ان هو نوديه الدوري الممتاز او الممتاز بي او انديه القسم الثالث او الرابع، تمام. فبنعد الناشئ او البرعم، بنعده باحدث الوسائل والطرق العلميه. دي حاجه برضو كويسه، تمام. تمام، يعني مش اي حد يجيني واخده على طول ان انا اوديه نادي، لازما في الاول ان تأهيل انا الأول. ان انا اشوفه اهله، عنده كم في الميه كوره، 30 40، بحاول انمي الموهبه بتاعته ديت، اعليها على اساس ان هو يوصل للمستوى اللي هو ياهله انه يلعب في الدوري. تمام. كابتن ايمن، بالنسبه برضو لانتقاء اللاعبين الموهوبين طبعا على اسس علميه زي ما ذكر الكابتن صفوت، طيب بالنسبه لي طبعا انت خريج تربيه رياضيه، ده حاجه كويسه جدا طبعا ان خريج التربيه الرياضيه دارس وفاهم عمليه الانتقاء اللاعبين المميزين والموهوبين، فطبعا المدربين المتواجدين اللي هم الحاصلين على دورات او شهادات موجودين عندكم في الاكاديميات، تمام. الوضع بيكون ازاي؟ حضرتك احنا شغالين من خلال الاكاديميه بتاعتنا، تمام. بنشتغل بنفرق طبعا بين البراعم بين الناشئين، ده بيبقى ليه تدريب معين، البراعم بيبقى ليها تدريب معين، الناشئين بيبقى ليه تدريب معين من خلال اسس علميه. ما بنشتغلش كده، احنا معانا برضو مدربين برضو كان يعني في برامج بتتحط للمدربين وبيشتغلوا على برامج علميه تلك البرامج بنشتغل عليها. بنشوف اللاعب المميز، عندنا لاعب مميز مثلا احنا بناخده ونشوف النادي المناسب ليه، تمام. وناخده ونروح معاه، ما بنسيبهوش يعني، ونسافر معاه وكده، وبنروح نوديه النادي، ولو ليه فرصه يعني ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. بتكون حاجه كويسه طبعا، بتكون حاجه كويسه اللعب. يعني تتحسب للاعب، تتحسب لنا احنا برضو الكلام ده، برضو احنا بتجينا لعيبه كتير يا كابتن، من يعني من انحاء المحافظه كلها بتجينا لعيبه، لينا كذا فرع برضه يا كابتن، بنشتغل من خلال الافرع دي، بنشتغل على الطالب يعني. مثلا بيجي لنا لاعب مثلا زي ما قال كابتن صفوت كده 40%، لان الاكاديميه ده يا كابتن وارد ان يدخل لعيب 30%، تمام. ما اقدرش اقول له ما تشتركش، تمام. لا عادي يشترك عادي، ما فيش مشكله، واحنا بناخده من خلال التمرين الصح والاسس العلميه، بنرفع مستواه حتى 50 60%، وبعدين ناخده نوديه نادي وكده يعني، تمام. كابتن صفوت، بالنسبه للاختبارات، اختبارات الانديه اللي تم بالفعل عمل اختبارات ليها زي نادي الزرقاء مثلا، وطبعا افرزنا بعض اللاعبين الموهوبين الجيدين، طبعا الاختبارات ديت يعني انتوا بتعملوها في داخل المحافظه ولا في مدينه معينه ولا على مستوى المحافظات؟ لا، احنا عندنا في الاول بننتقي اللاعبين اللي هي المميزين عندنا في الاكاديميه، تمام. ما بوديش اي حد وبس النادي، عشان الولد يعرف يستفيد وبيعلي اسهمي انا برضو، تمام. فانا باخد بصفي عندي اللاعبين المميزين وباخدهم الاختبارات، وبيكون حاجه كويسه ليه ان هو بيروح نادي. وكان مثال لينا نادي الزرقاء، وكنت حضرتك مشرف على القطاع وكده ومشرف على اللاعبين، وافرزت تمام. الاختبارات دي الحمد لله يعني اكتر من لاعب انهم يتواجدوا في نادي الزرقاء، وده كان شرف لينا ان احنا نكون متواجدين مع حضرتك. الله طبعا يعني شغل باين بالامانه. كابتن ايمن، بالنسبه برضه الاختبارات الموجوده في محافظه المنيا، هل فعلا في لاعبين باسمائهم وبعينهم اللاعبين دي تم طبعا وجودهم في انديه الدوري الممتاز او سبق تسويقه لانديه الدوري الممتاز؟ اكيد طبعا يا كابتن، في لعيبه طبعا وديناها حرس الحدود برضو، تمام. في لعيبه راحت نادي الرجاء برضو، في نادي الرجاء، في نادي الزرقاء، في لافينا، نادي لافينا برضو الجديد، يعني
كتير يا كابتن يعني كذا نادي يعني دي حاجه كويسه برضه بنسافر مع اللعيبه زي ما قلت لك كده. طب انت حابب تتكلم عن حاجه مهمه؟ اتفضل. في حاجه كده يا كابتن، اولا اتشرفت بحضرتك الاول. حبيبي حبيبي كابتن ايمن. انا شايف ان حضرتك مركز على قطاع الناشئين في نادي الزرقاء، ودي حاجه كويسه جدا، لان النادي الناجح النادي اللي ماشي على صح باسس علميه صح يبقى عنده قطاع ناشئين قوي جدا. انا شايف حضرتك مركز على قطاع الناشئين بطريقه ما شاء الله يعني. بحسدك عليها كابتن. مختار مدربين يعني ما شاء الله عليهم يعني. طبعا لما يبقى عندي قطاع ناشئين كويس الفريق الاول هيبقى كويس اكيد طبعا. لو احتجت مثلا لاعب من قطاع الناشئين باخده اوديه الفريق الاول بيبقى اضافه قويه ليا. مثلا طب انا بجيب اللاعب الناشئ ده بجيبه من مركز شباب، بجيبه من نادي درجه رابعه. يعني باخده كده ما بدفعش فيه. تمام. بس بتؤهله برضه للانديه. باخده باهله تحت اسس علميه، تحت مدربين، بساعده فريق اول. انا شايف حضرتك ان انت ماشي بالطريق الصحيح. تمام. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك كده واشوف الزرقاء ان شاء الله نادي الزرقاء كده في ان شاء الله باذن الله في الممتاز هو نادي النيل ان شاء الله ان شاء الله. كابتن صفوت برضه عايزين نتكلموا عن اللاعبين. طبعا البراعم والناشئين، شغلكم الافضل مع البراعم ولا مع الناشئين؟ وهل انتوا شغالين في البراعم والناشئين ولا البراعم فقط؟ لا احنا شغالين في الاثنين، بس بيبقى التركيز الاكبر في البراعم. تمام. لان هو البراعم ده هو الاكثر قابليه. هو اللي بيستوعب اكتر. تمام. هو اللي انت بتشتغل عليه صح، اللي انت تاهله. وبيكون الاستجابه فيه يعني الاستجابه كويسه بالنسبه له. وافرزت عندنا اكتر من اكتر من برعم يعني الحمد لله. طب نذكروا برضو اسماء هؤلاء البراعم المميزين برضو كابتن. في بالنسبه للناس من البراعم المميزه اللي مضت في نادي الزرقاء، محمد حسين خليفه وخليفه محمد خليفه وكاظم ايمن وعبد الله رضا ومحمد خضر وعمار ياسر. تمام. وفي عندنا يعني فتحنا فرع جديد عندنا في المنيا، ففوجئت باكتر من لاعب براعم بسم الله ما شاء الله يعني حاجات مستويات تتاهلها انها تلعب في الدوري الممتاز. منها على سبيل المثال علي مكاد علي. تمام. في محمد ممدوح عبد التواب. في محمد اشرف. تمام. وفي شريف اشرف، دول مواليد 2008 و2009 و2010 بسم الله ما شاء الله يعني حاجات موهوبين الاولاد. موهوبين بتديك دفع انك انت تشتغل عليهم وان انت تشتغل في المكان. تمام. كابتن ايمن برضو يعني بالنسبه للبراعم زي ما ذكر الكابتن صفوت اهم اللاعبين واميز اللاعبين في البراعم، احنا عايزين برضو نذكر اهم اللاعبين والمميزين في الناشئين. الناشئين اللي هم اللعيبه المميزين اللي هم كويسين. انا عندي اللاعب محمد صلاح مواليد 2002. حضرتك انضم لنادي الزرقاء. لاعب كويس جدا. لاعب مميز جدا. صلاح الفرجاني. صلاح كويس بيتميز بطول القمه. تمام. بالسرعه جسمه كويس. يعني ده لو لعب مركز الهاف اليمين او لعب يعني لاعب كويس جدا. تمام. عنده مهاره، انا شايف ان هو ليه مستقبل ان شاء الله باذن الله. حتى لو لعب في مركز الفيرود برضه هيبقى ليه مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله، لانه طويل القامه، عنده سرعه، عنده مهاره. تمام. عنده رشاقه كده يعني. لاعب موهوب. لاعب موهوب. طبعا معانا في اتصال تليفوني الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. اهلا وسهلا كابتن احمد، تحياتي ليك وضيفك الكريم في الاستديو. الله يخليك، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. اخبارك؟ المباراه المرتقبه ان شاء الله يوم 13/10 مع الجزيره. 13/10 فعلا؟ مظبوط يا كابتن. هتقام على استاد جامعه الاسكندريه بالفعل؟ تمت الموافقه على استاد الجامعه واستلقينا الجدول احنا. طب ما هي استعدادات نادي المصري لهذه المباراه الحاسمه والفاصله للصعود للممتاز به؟ والله احنا ان شاء الله بنجهز الفرقه، بدينا من حوالي 10/9 كده فتره الاعداد. تمام. وعملنا اول مساحات طبيه زي ما الاتحاد بعت لنا اللجنه، والحمد لله لم تظهر عندنا اي حاله في الفريق. تمام. وبدينا وعملنا مباراه وديه امبارح كسبنا 4-1، والفرقه ان شاء الله والجهاز الفني مستعدين للمباراه. طيب في معوقات تعوق مسيره الفريق من امكانيات؟ والله احنا عبر برنامجك الجميل والقناتك الجميله دي نحب نوصل صوتنا للسيد المحافظ المحترم سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ان الانديه بتعاني من الدعم. احنا ونادي الجزيره
عندنا ظروف ماليه كبيره خالص، عندنا اللعيبه ليها باقي مستحقات، عندنا مباراتين والله حاجه جميله يا حاج رمضان. يعني انت بتذكر ونادي الجزيره يعني المنافس اللي انت هتلعبه في المباراه الفاصله والعاصمه تمام، برضه بتشكي حاله الوضع الحال بتاعه، يعني دي لفته طيبه من كابتن رمضان. اتفضل يا كابتن. والله احنا طبعا كلنا في مركب واحده، تعتبر زي ما هو عنده ظروف انا عندي ظروف، هو حاسس بيا وانا حاسس بيه، تمام. وهي في الاول وفي الاخر منافسه بيني وبينه، وربنا يكرم اللي معاه توفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى فوز طبعا النادي المصري وصعوده للممتاز به. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. كابتن صفوت، ما زلنا عن اكتشاف المواهب داخل محافظة المنيا. طبعا احنا قلنا بتتبنى هذه الاكتشافات اللاعبين او انتقاء اللاعبين بأسس علمية، وكذلك مدربين دارسين وفاهمين. طيب اللعيب اللي هو مثلا بيشارك، اللعيب اللي هو بيشارك مثلا مستواه 60%، هل انت مثلا ممكن تتنبأ ان الولد ممكن يكون له مستقبل، او ممكن مثلا يجي منه فانت بتخليه في الأكاديمية ولا بترفضه؟ لا طبعا انا ما برفضش اي حد، تمام. لان الحته ديت عنيناها واحنا بنلعب كوره، تمام. ان انا ما اكسرش نفس اللاعب، دي حاجه لازم انا اشتغل على العمل النفسي بتاعه، تمام. احاول اكسبه في صفي، كويسه دي. تمام كده. ف الاكاديميه عندي بتقبل حتى لو اللاعب 30%، تمام. ده دوري مع المدربين اللي معانا الاكفاء، الحمد لله يعني، تمام. ان انا اعلي ال 30% بتاعته دي، ان انا اوصلها ل 70 و80 اللي هي تاهله ان هو يلعب في نادي، تمام. فهو ده اللي بنشتغل عليه مع المدربين الحمد لله. فكر عالي معانا مدربين بسم الله ما شاء الله يعني على اعلى مستوى. فهو ده اللي منجع عندي الاكاديميه، تمام. وفي اقبال الحمد لله من اولياء الامور ومن الاولاد، ومستوعبين الشغل اللي احنا بنعمله، تمام. كابتن كابتن ايمن، بالنسبه طبعا في ظل الظروف اللي موجوده حاليا على الساحه، الاحترازات الوقائيه هل فعلا بيتم فعلا احترازات الوقائيه للاعبين؟ اكيد حضرتك. احنا بنقوم بكده عن طريق برضه في الاحماء، بيكون في مسافه بين كل لاعب ولاعب، تمام. لازم يعني في مطهرات، اللاعب مثلا بيبقى مع ازازه المياه بتاعته الخاصه بيه، تمام. دي حاجه كويسه، يستعمل حاجه زميله كده، تمام. ومعنا ناس يعني لعيبه على مستوى يعني من القدر من الوعي، طبعا لازم يبقى في توعيه من المدربين برضو، بحيث برضو يسمعوا كلامنا وكده، تمام. حابب اقول حاجه ثانيه، اتفضل يا استاذ منك. اتفضل. احنا عندنا في الصعيد في مواهب حلوه جدا يا كابتن، شايف ان محدش بيبص للصعيد، تمام. يعني في لعيبه على مستوى عالي، تمام. في لعيبه تنفع تلعب في منتخب مصر، في لعيبه تلعب ممتاز الف، في لعيبه ما شاء الله عليهم. طب انت بتنشر بيه بالنسبه للنقطه دي؟ انا بنشر. بص يا كابتن، الانديه تبص للصعيد بقى. طب دوركم بقى كشافين او مكتشفين مواهب، تمام، اللي انا باخد اللعيب وبوديه. اكيد يا كابتن، تمام. بس احنا مش الدور مش هيبقى مقتصر علينا احنا بس، تمام. لازم بص، دي محافظه كامله او محافظات، المنيا، سوهاج، اسوان، تمام. في لعيبه حلوه يعني ما شاء الله عليهم في المحافظات اللي انا بقول لك عليها. فاحنا مش هنشتغل على الصعيد عامه يعني، او مش هنقدر، تمام. نغطي لعيبه الصعيد كلهم، تمام يا كابتن. فريد حد عايزين نظره للصعيد ان شاء الله. كابتن صفوت، طب يعني في ختام هذه الفقره حابب تشكر بقى مين في الوسط الرياضي؟ اولا اشكر الكابتن ايمن، لان كان اضافه للاكاديميه بتاعتنا بصراحه، تمام. واشكر الكابتن محمد شوقي معانا في الاكاديميه، كابتن سيد البدوي، كابتن فراج محمد، تمام. كابتن حماد عطيه، الكابتن ابراهيم فرج، الكابتن عصمت، كابتن محمد عبد الظاهر، ده كل الجهاز الفني اللي معانا، كويس والله. يعني معاك الصف جميل، الحمد لله. اشكر المدربين يعني بصراحه بيقوموا بدور كبير معايا، وكلنا ايد واحده مع بعض، وقلبنا على قلب بعض، وبنخاف على بعض، تمام. فده اللي خلينا ناجحين الحمد لله. الحمد لله. كابتن ايمن، برضو حابب في ختام هذه الفقره حابب بقى تشكر مين بالاخص بقى في هذا المجال؟ طبعا انا اشكر كابتن صفوت،
اخويا الاكبر قبل الشغل يعني بالشغل بس اخويا الاكبر. ده تبادل الاحترام المتبادل ده حاجه بحترمه كويسة جدا في نجاح المنظومه فعلا يعني. بشكر برضو الكابتن حماد عطيه من الناس المحترمه، الكابتن محمد شوقي، الكابتن سيد، الكابتن ابراهيم. كان في لعيب حتى كنت كلمت حضرتك عليه لعيب محمد فرج مواليد 2000، كنت كلمت حضرتك برضو ان شاء الله نشوفوه باذن الله ويبقى اضافه جيده. اللاعب ده لعب في غزل السويس، لعب في دمياط، كان بيلعب اساسي، لعب سنه في غزل السويس ولعب في دمياط برضو. ان شاء الله باذن الله احنا نحاول نسوق اللعيب ان شاء الله يكون له مكان كده في الممتاز ويبقى حاجه كويسه. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريمين الكابتن صفوت عبد العزيز، شكرا جزيلا، شكرا والكابتن ايمن وجيه، شكرا كابتن ايمن.